قرر عبد العزيز زروقي رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل الجديد عقد اجتماع في الساعات المقبلة مع ميلود حمدي المدير الفني للفريق لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل ملاقاة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، وهذا في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد شبيبة القبائل حالياً لملاقاة فيتا كلوب بحثاً عن الفوز والوصول إلى النقطة السابعة وإنعاش أماله في المنافسة على مقعد في دور الثمانية ومصالحة الجماهير بعد التعادل الأخير مع فريق شباب قسنطينة في البطولة. وسيفتقد شبيبة القبائل لخدمات لاعبه بدر الدين سوياد كابتن الفريق بداعي الإصابة. سيعتمد ميلود حمدي على خوض لقاء فيتا كلوب بتكتيك هجومي منذ البداية أملاً في الفوز عبر التسجيل المبكر ووضع منافسه تحت الضغط بشكل سريع في أرض الملعب. إقبال ضعيف من جمهور شبيبة القبائل على تذاكر مباراة فيتا كلوب يوم السبت، رغم أن الشبيبة في حاجة لدعم الأنصار خاصة في هذه المباراة التي ستمكن الفريق من ضمان التأهل بشكل كبير لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.